يسألون: وقعت لنا قضية نرجو النظر فيها وبيان الحكم الشرعي، وهي أن أحد الإخوة عقد على امرأة وبعد العقد طلقها قبل أن يدخل بها وعقد لولده عليها وقد دخل بها الابن، وزعم أبو الولد أن الذي عقد له أخ البنت وليس أبوها، علما أن بعض الناس من الحاضرين يقولون عقد له أخوها بوكالة من أبيها، فما حكم هذا الزواج؟ هل يصح أم لا؟ هذه المسألة يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية للتحقق من الواقع، ولكن القاعدة التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى أن الأب إذا عقد على المرأة ثم طلقها فإنه لا يحل للابن أن يتزوجها، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والمراد بالنكاح هنا العقد، ولو لم يحصل وطء ولا دخول.